الست اذكى ولا الراجل؟ اذكى. الست اذكى بس احكم. جاب يا استاذ. الست اذكى الذكر. جاب يا استاذ. الذكر اداه تنفيذ. لا الذكر منفذ، الذكر اداه تنفيذ، لكن الست اذكى من الذكر. هي المخ وهو العضلات بمعنى يعني. هي تقول له تحسسه ان هو صاحب القرار وهي اللي بتساهم في القرار. هي بتعمل الحركه دي دلوقتي عشان تمشي امورها، لكن زمان ما كانتش محتاجه تعمل الحركه دي. تعليقا على العالمه الفذه العظيمه سميره السعيد بتقول: اؤمر وهقول لك امرك، تؤمرني يا مالك عمري. أيوة. تحلم وتفوق من حلمك وانت بتنفذ امرك. ايوه بالظبط صح. على فكره مش كل الذكاء كده والله. لا انتوا اسمعوا بلاوي عن الراجل. مرات شارلي شابلين بتقول له: عايش طول عمرك انت الراس المدبره وانا مجرد رقبه. فقبل ما يموت بيقول: انا اكتشفت الست المصريه هي اللي مسيطره بس لكن ايوه حركه الدماغ. اسمه ده اينشتاين. مراته قالت له: انت خليك في القرارات الكبيره طول عمرك وانا في القرارات العبيطه. فبيقول: وانا بموت اكتشفت ان كل القرارات البيت كانت عبيطه. هي اللي بتقوم بالقرار. بس هو انا ليه لازم اخطط؟ ايوه بس هو ليه لازم اعيش مع الطرف الثاني وانا بخطط وبقول لازم اعمل كده وخططوا على طول ما شاء الله. لا لا حرام. احنا يعني بنلحق الموقف او عندنا سرعه. احنا بنقول كمان نفهم على فكره احنا في صندوق الاشياء نفهم بعض ولا هو مثل الذي عليه نخطط بالمعروف. ما هي مشكلتنا احنا بنخطط ليه؟ لان احنا خلاص احنا بنتعامل مع الطفل اللي جواه. احنا مضطرين نتعامل مع الطفل اللي جواه. بس احلى حاجه في ست طفولتها برضه الانثى جواها طفله بقى. لو الذكر وصل لها خد منها كل يعني خد منها الدنيا واللي هي ادينا المفتاح. وعلى فكره الراجل جواه طفل والعكس يعني. هي برضه لو وصلت للطفل يعني هتكتشفوا مثلا في التقرير هنا انه الناس يعني هي نفسها الستات اللي بتقول عن نفسها: انا بعيط لوحدي، انا دراما كوين في نفسي، انا على طول نكد، ممكن تقابلي حد في الشارع وانا بقى خبرت العكنه. ده عدم تكامل هرموني يعني. هي في وقت البيريود فعلا بيبقى عندها فعلا هرمونات شغاله عليها بتعمل لها اكتئاب، عندها مود سوينج كل شويه مره تضحك وده ما تعرفش. انا ما استسلمش للمرحله دي، ده المهم. ايوه